محمد يمكن اجيلك انت يمكن ليك ظروف معينه خاصه كده، انت ابن نادي الاهلي وكنت من لعيبه المنتخبات الشباب ولاعيب من اللاعبين المميزين، وحصل ان انت سبت النادي الاهلي 3 سنوات، سنه اعاره وسنتين مع مصر التاني. ازاي بدا الكلام معاك؟ يعني مين اللي كلمك قال لك تعالى تاني؟ مين اللي قال لك او فتح معاك الكلام ان انت ترجع تاني النادي الاهلي؟ كابتن اشرف. وطبعا انا طول عمري في النادي الاهلي يعني، ولما حصلش نصيب ان انا كملت في الدرجه الاولى وطلعت سنه عاره، بعد كده سنتين فري، بس 3 سنين كنت في مصر التامين. مصر التامين السنه اللي فاتت كابتن اشرف كلمني وان انا كنت هرجع، بس ما حصلش نصيب عشان كان لسه في سنه في عادي. السنه دي برده كابتن اشرف كلمني. يعني كنت اشرف كلمك بالسنه اللي فاتت بس كان بس فاضل سنه في عادك ما انتش حر. بالظبط. فالامور ما مشيتش مع مصر التامين يعني عشان كان لسه في سنه في عادي، فما حصلش نصيب وكلمني برده السنه دي. وطبعا اول ما كلمني يعني انا اصلا من ساعه ما طلعت من النادي وانا هدفي ان انا ارجع تاني النادي. يعني انا بلعب طبعا بدي هدف قصادك ان انت ترجع. بالظبط، هدف ان انا ارجع تاني النادي ان شاء الله يعني، والحمد لله رجعت يعني السنة. طبعا احنا مبسوطين بيك، وانا من الناس اللي قلت لك حتى قبل الهوا يعني ان انا كنت لما انت مشيت قلت يعني خساره، يعني انت كنت لاعب مميز جدا، بس اكيد ال3 سنين دول فادوك جدا طبعا. يعني كنت خدت خبرات وتلعبت يعني اترميت في الملعب 3 سنين، كنت بلعب كتير الحمد لله. اي دقيقه يمكن كنت بتلعب؟ بالظبط، بلعب الماتشات كلها. وكنا في التامين، احنا في الثمانيه الكبار يعني، فهو في 8 كبار و8 تحت، فاحنا في التامين كنا بنبقى 7 8 على طول، فكنا بنلعب بنحتك بنلعب الاهلي والاتحاد والزمالك، كان بنلعب كل الفرق الكبيره. فده فادني كتير جدا، غير لما انا كنت هنا ما كنتش اخد التايم اللي انا كنت باخده في التامين.